مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه في خبر جديد رسل نادي الوداد البيضاوي المغربي اللجنه المنظمه لمسابقه الدوريه الافريقيه مطالبا اياها باتخاذ الترتيبات اللازمه لتحصين سلامه الجماهير الوداديه المتنقله الى تونس لحضور مباراه فريقها امام الترجي المقرره غدا الاربعاء برسم اياب نصف نهائي المنافسه واشار الوداد الى ان انصار الفريق الاحمر واجهوا تهديدات في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المشجعين التونسي لافتا الى انه يتوفر على مقاطع فيديو توثق لملاحقه جماهير الترجي لمناصري الوداد بعد خروجهم من مطار تونس وابدى النادي المغربي اصراره على حمايه سلامه جماهيره المتنقله الى تونس وضمان عدم تعرضها لاي اعمال عنف مطالبا اللجنه المنظمه الى التنسيق مع السلطات التونسيه لاتخاذ الترتيبات الامنيه اللازمه وأن يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على الترجي التونسي غدا الأربعاء على أرضية ملعب حمادي العقر براد سابقا انطلاقا من الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي لحساب إياب نصف نهائي الدورية الأفريقية وكان الفريق المغربي قد كسب نزال الذهاب في المركب الرياضية محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بهدف نظيف سجله الجناح هشام سفيان نشكركم على حسن المتابعه الى اللقاء